في هذه النقطة نعتقد بأن الضغط في الجزائر أكبر من الضغط في نادي لالاتسيو لعدة اعتبارات ولعدة أسباب. أولا في لالاتسيو كم عندك عدد المناصرين؟ في الجزائر كم هو عدد أنصار المنتخب الوطني الجزائري؟ تتحدث عن 50 مليون مناصر، منهم 5 أو 6 ملايين يعيشون في المهجر، البقية تعيش في الجزائر. لكنك تحتك منهم تحتك معهم مرة في 3 أشهر، مرة في 4 أشهر، كل تربص تتحتك معهم مرة أو مرتين، كان لديك مباراتين وديتين وأي احتكاك. نواصل فقط الفكرة. تفضل. قلت لك بأنه عدد الأنصار في الجزائر أكبر من عدد الأنصار في لازيو. لازيو شحال عنده أنصار؟ عنده 200 ألف، 300 ألف، 500 ألف، مليون مناصر في إيطاليا. الجزائر عندك 50 مليون مناصر. أنصار المنتخب الجزائري متعطشون كثيرا، عندهم عقلية الانتصارات، يريدون الفوز بالألقاب، يريدون الفوز بالمباريات. وأيضا الضغط في مباريات المنتخبات أمين أكبر بألف مرة من الضغط في مباريات الأندية، حتى لو تعلق الأمر بنهائي دوري أبطال أوروبا صحيح الضغط يكون كبير، لكن تخيل لقاء بين الجزائر ومصر، تخيل لقاء بين الجزائر والمغرب، تخيل لقاء بين الجزائر وتونس، خاصة لما يكون تكون لقاءات ديربي، الضغط يكون كبير وكبير وكبير جدا. ماش نواصل الفكرة. قلت لك يعني من حيث عدد الأنصار الجزائر الضغط يكون أكبر، من حيث نوعية المباريات، نوعية المباريات أو مباريات المنتخبات تكون فيها ضغوطات أكبر بكثير من ضغوطات الأندية. شاهدنا لاعبين يبكون أمين أثناء عزف النشيد الوطني مثلا، لاعبين متوترين جدا قبل بداية أو انطلاق مباريات المنتخبات عكس الأندية، لأنه في الأخير تطلع تحبط يبقى مجرد نادي، لكن اللعب للمنتخب يضع على كاهلك الكثير والكثير والكثير من الضغوط. وأخذ أمثلة كثيرة على ذلك، الضغوط التي يتعرض لها نيمار في المنتخب البرازيلي ضغوط كبيرة وعظيمة جدا، وكذلك الضغوط التي يتعرض لها ميسي في المنتخب الأرجنتيني رغم أنه أفضل لاعب في العالم ضغوط كبيرة وعظيمة جدا، الضغوط التي يتعرض لها كريستيانو رونالدو. تراهم في الأندية يسيرون تلك الضغوط في برشلونة أو في باريس سان جيرمان أو في السعودية، يسير تلك الضغوط، لكن في المنتخب وصل الحد بميسي إلى الاعتزال، وصل الحد بكريستيانو رونالدو إلى التلاسن مع المدرب والأنصار، زيدان تعرف جيدا ماذا وقع له. إذن أعتقد بأن الضغط الذي يتحدث عنه بيتكوفيتش في لازيو لا يشبه تماما الضغط الذي سيعيشه مع المنتخب الوطني الجزائري. نزيد لك حتى تدريب المنتخب السويسري وتدريب المنتخب الجزائري، الشعب السويسري ومتابعته وشغفه بكرة القدم لا أعتقد أنه يرقى لشغف الشعب الجزائري ومتابعته لكرة القدم. لذلك يبقى رأيي الشخصي وأنا أحترم رأيك أمين، بيتكوفيتش ربما لا يدري عن الضغوطات الموجودة في إفريقيا ولا عن الضغوطات الموجودة في الجزائر. لا أنا مش ضغوطات محمد، أنا شاهدت منتخبا يخسر أمام موريتانيا، نعم، يفشل في حصد نقطة واحدة فقط أمام موريتانيا، يفشل في التأهل مع أحسن الثوالث إلى الدور الثاني من كأس أمم إفريقيا للمرة الثانية على التوالي، ويفشل في التأهل لكأس العالم، يفشل 3 مرات في منافسات كبرى، وشريحة كبرى من الجماهير تطالب ببقاء الناخب الوطني. أين هي الضغوطات محمد؟ لم أشاهد ضغوطات أنا جماهيرية، هذا يبقى رأيي محمد. نعم. لكن في الأخير أمين هذا الضغط اللي رانا نتكلم عليه الكبير هو من أزاح الناخب الوطني وجعل يعني الفيدرالية تفكر في هذا بيتكوفيتش ومدربين آخرين لأسامي تاعهم الدولة. يعني الكلام تاع محمد وين نزيد نأكده له أن الضغط في المنتخب أكثر من النادي، لأن النادي كل سمانة عندك مباراة تقدر تغير منحنى، يعني الضغط تاعك تقدر تغير منحنى المشكل تاعك، لو خسرت في هذه المباراة تروح يعني مباراة القادمة يعني خارج الديار تفوز بها تعاود تولي تنقص من الضغط، لكن لا تعاود يزيد الضغط، يزيد الضغط طبيعة الحال. لكن في المنتخب، في المنتخب ما عندكش مباريات للتعويض، عندك كيما تكلمت انت عندك مباريات وديه هما ديدات فيفا، وعندك مباريات كنت كلموا عليهم مباراه فواصل هما، يعني تلعب في ميدانك تلعب خارج ميدانك، يعني مباريات مباشره، وهنا راح يزيد الضغط بطبيعه الحال. وعندك الضغط تاع ان اللاعبين هادو ما عندهمش الانسجام وما عندهمش الاحتكاك اليومي، لان الناخب الوطني هنا راهو يعني
مربوط بالتواريخ الفيفا، تواريخ الفيفا عندك 4 أيام 5 أيام. الآن باش تعاود ترجع انسجام تاع عدد كبير من اللاعبين، الآن المنتخب الوطني اللاعبين كلهم متعارفين، هذا شيء جد مهم بالنسبة لهذا الناخب. راح يلقى اللحمة، راح يلقى لاعبين صح من ناحية الذهنية، راهم متأثرين من الإخفاقات اللي كانوا في المنتخب الوطني مع الناخب الوطني السابق. هادو أشياء يعني راح يتجاوزهم هذا الناخب، لكن نعم. هناك عدة أشياء لمحمد أنا نوافقه أن الضغط في المنتخب الوطني أكثر من النادي. ميدو؟ لا، الضغط في المنتخب قوي، ولو نشاطروا في شيء ليختم به لما تحدث عن المطالبة ببقاء الناخب سابق رغم ثلاث إخفاقات متتالية. اليوم يجب أن نضع نبدأ ديركتوم مثل ما بدأ البعض اليوم بانتقاد هذا المدرب قبل أن يبدأ، تركوه يعمل. كانت مطالبة ببقائه وكانت أيضا مطالبة برحيلها ميدو. إحنا ليست لدينا الإحصائيات حتى نعرف أو نعلم يعني النسبة المئوية التي طالبت ببقائه والنسبة المئوية التي طالبت برحيلها. هذه تعقيبا على ما قاله زميل محمد لمين بن شابير، بما أنك توافقه الرأي ميدو. ناخب الوطني السابق طيلة 5 سنوات في أحد الندوات قال لك فقدت شعر رأسي هنا في الجزائر بسبب الضغوطات، هو كان يعاني من ضغوطات رهيبة. كان يعني نفقدوا شعر رأسنا ونفقدوا صحتنا وبصرنا عادي كل خدمة فيها. شوف انفوكتي يعني موجودة ضغوطات بيبليك اليوم بعد لما تكون شخصية عمومية يعني شخصية عامة تتقبل الضغط. اليوم تي فدومر انت كصحفي ما عندكش ضغط برا، كلنا لدينا ضغوطات. نعم انت برا كي تخرج برا ما يسقسيكش ناس على الفوتبول وتولي من داك يعني مع الاحترام تو تي في تي تهضر على الفوتبول باسكو حياتك تقعد غير تدور في الفوتبول. الضغط هذا ولا ماشي ضغط خلاص، اما تي ان بيرسوناج بيبليك لازم لازم تتقبل انه عندك ضغط. احنا قلنا بان الضغط في المنتخب اكبر من الضغط لانك في النادي. لانك اليوم خلاص انت عندك راي اخر انه في النادي اكبر من الضغط. الضغط في المنتخب اكثر، لماذا؟ لانه تمثل الوطن، تمثل بلد كامل يضع عليك امال كبيره، لكن هذا بصفه عامه. لكن لما نجيو نجزئوا شيئا فشيئا، دو فوا بريمي تور كوب دافريك هذه حقيقه، وما رحناش للمونديال لانه البعض بدا اسل سيوفه مباشره قبل الندوه وبعد الندوه. اليوم هنالك من يتحدث يقول لك الناخب الذي جلبتموه اخو اون اي توس دي زالجيري، هذا الناخب لما جاء المنتخب جاء يمسك منتخب الجزائر يعني يمثلنا كلنا. هذا بيتكوفيتش اليوم وناخب وطني لمنتخب الجزائر، يعني يمثل كل المنتخب كرة القدم الجزائرية وكل الجزائريين. لذلك علينا أن نسير خلفه وأن نسير خلف الاتحاد إن تحققت نتائج إيجابية، اللهم بارك نصفق له ونقول بأنه حقق نتائج أفضل وتمكن من تحقيق هذا وهذا، وإن فشل ننتقده انتقاد عادي ويتم بعد ذلك ربما لا قدر الله إن فشل في تحقيق النتائج سيتم انتقاده على النتائج السلبية التي حققها، قد يبقى وقد يغادر ذلك من شأن الاتحاد. لكن لا للتقديس ولا للدم فقط، هذا ما أريد قوله.